السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناة إيزي تو بلاي. الحلقة رقم 7 من سلسلة مان اللورد، وإحنا هنا في قرية تبوك وبنحاول إن إحنا نجمع شتات أمورنا عشان نقدر نصمد في الحرب اللي هنخوضها إن شاء الله مع الناس اللي بيطالبوا بالأرض بتاعتنا. فطلعنا هنا، كنا طلعنا الحاشية بتاعت الملك هنا، هو طلعناهم، فدول بس هخليهم يتمشوا كده براحتهم على ما يوصلوا لنا هنا ناحية البلد بتاعتنا الرئيسية دي. وهنا هو أنا كنت طلعت الجيوش بتاعتنا 25 ب 25 و 27. أنا فاكر إن هما كانوا 27 27 وأقل، بس معرفش لما فتحت اللعبة المرة دي لقيتهم كده. على العموم الفرقة اللي بدأت تتجمع من البيوت، خلاص الناس طلعوا جهزوا نفسهم وكده اهوت، وفي الطريق للمناطق اللي احنا نقولهم عليها. تعال نحدد كل فرق الرماة وندوس لهم كنترول مثلا واحد. فكنترول واحد دول هيبقوا ايه؟ دول في جيش الرماة بتاعنا. جيش الرماة بتاعنا خليه يجي مثلا يستعد، يبقى هنا مثلا يقف هنا. وبعدين نحدد الجيش بتاعت المشاة ونحطهم مثلا كنترول 2، فيبقوا على 2. جيوش المشاة برضو تعالوا اقف هنا مبدئيا كده. احنا هنقدر نعمل ايه؟ انا بصراحة حاسس ان احنا مش هنقدر ان احنا نغلب الجيش بتاعه، يعني لان هو صراحة عنده جيوش كتير جدا ومطورة لآخر حاجة العدو بتاعنا. فمش عارف ان احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي، ولكن هنمشي ونجرب ونشوف مع بعض، يعني هنشوف ايه اللي هيحصل. وهو اللي هيحصل ده هيكون هو الحدث اللي هنتفاجئ بيه كلنا زيكم. نقدر ان احنا نعمل ايه؟ مثلا نحاول لو في بيوت عندنا بدأت تصنع هنا، كنا حطيناهم يتطوروا دوت مثلا، نقدر ان احنا نصنع منه حاجة نستفيد بيها في البتاع. بس احنا ما عندناش حديد نقدر نصنع بيه أسلحة وكده، وحتى ما عندناش فلوس كتير نفتح خطوط تجارية نجيب نشتري أسلحة. أنا كنت فتحت خطوط تجارية هناك في المدينة التانية عشان نعمل جنود، بس هنا ما اظنش ان احنا نقدر ان احنا نشتري اي حاجة من الاسلحة. ممكن نبيع، بس بنبيع احنا حروب، قصدي الاقواس دي اصلا، بس مش بنشتري ولا حاجة. لو حبينا نشتري بصوا بكام، في حاجات هنا بصوا 2000 وشوية عشان نفتح الخط. بس هنشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. احنا دلوقتي هنا الضرايب اللي كنا بناخدها منهم ممكن نشيلها، عشان احنا اصلا في حالة حرب، يعني مش عايزين الناس تتضايق قوي. الجيش بتاعتنا بدأت تتحرك، ده جيش الحاشية بتاعنا بتاع البلد الرئيسية والجيش التاني اللي فوق. تعال نشوف البلد اللي فوق دي، تبوك، احنا نقدر نطلع فيها جنود ولا لأ؟ اشترينا حاجة ولا لأ؟ تعال على المركز التجارة بتاعنا، ندخل هنا اهوت. رماح، احنا بقى معانا طيب الرماح ولا حاجة؟ معناش حاجة خالص. طيب في عندنا بيوت، طيب اتطورت مستوى 2 اهو، في بيوت مثلا ده وما عندوش شغل. طيب ده تعال نقول له هتشتغل لنا في الدروع، ورشة نجارة. ورشة نجارة ارفع لي انك تطوره بسرعة، وساعتها نخليه يطلع لنا هو يعمل الدروع اللي هي محتاجينها الناس عشان يجوا، يعني عشان اللي هم الجنود. يعني بيت هنا اتطور واستعملت مزرعة، يعني واحدة واحدة. ده كمان مزرعة وده فاضي. طيب مدام هو فاضي ممكن نقول له ينتج لنا الملابس. لا احنا مش محتاجين ملابس دلوقتي، محتاجين الدروع على فكرة والله، الحداد يعني السيوف قصدي والكلام ده، خلينا نجيبه. وحتى لو ان احنا مثلا ممكن نستثمر في الحديد، نجيب نشتري الحديد خام، مواد صناعية، نشتري الحديد يكون يا إما لوح حديد نشتريه 14. مينفعش نشوف حديد خام، أهو خام الحديد ب 13. شوف الفرق ما بينهم، حاجة بسيطة خالص، بس دوت عشان نفتح السوق بتاعه يكلف أكتر. تعالوا نشتري، إن احنا نطلب إن احنا نشتري ده الحديد الخام، ولا لأ؟ بس دي قصة طويلة هتطول، الناس هيهجموا علينا دلوقتي، هيجيلنا إشعار. طيب ما إن احنا طلبنا إن احنا نشتري دروع من الكبيرة ديت، الخوذات نقدر نفتحها، الرماح كمان طلبنا إن احنا نشتري، ماشي،
اشتري 15 ب 15. هنا هو في البلد دي ما نقدرش بصراحة نطلع اي حاجة تاني يعني. تعال نشوف المرتزقة، نقدر نجيب حد؟ نقدر. في شركة مرتزقة هنا، قطاع طرق، هما مبيكونوش قويين قوي بس يعني ممكن نستعين بيهم. تعالوا نسرع اللعبة شوية، الناس تتحرك كده بتوعنا، الجيوش بتاعتنا بص وصلت هنا في ساحة المعركة المنتظرة. أهي طلع لنا المطالبة بالأرض بتاعتنا، بيطالب إنه ياخد الأرض بتاعتنا، هو بكل أدب يعني بيطالب بكل أدب، ممكن اخد الارض بتاعتكم لو سمحتوا، فكروني كده اهوت بناس. مش عارف احنا نبقى جاهزين اصلا عايزين نتطور دلوقتي ولا المهم الحرب. انا شايف ان احنا جيوشنا لا بأس بيهم يعني، عدد مش سيء، بس هنشوف دلوقتي عددهم، حاسس ان هيكونوا كتار لان كنت بشوفهم بيهجموا على في بداية المخيمات لما كانت في مخيمات هنا بتاعت حرب، لما العصابات كانوا بيهجموا عليهم كتير. تعالوا عشان ما يروحش الوقت نطالب احنا نقول له لا كده، اعلنت العداوة، اعلنت العداوة. عايزين نشوف بقى، تم رصد وحدات تدخل من ورانا هنا، تعالالي فرقة، اول فرقة بتاعته. ايه في فرق كتير، احنا جاب لي تم رصد وحدة بس، واحدة بص بص قد ايه تسلله. واحدة تانية، واحدة تانية هنا، هم تلاتة أربعة. بيطلعوا من الشجر يبتدي يكشفوا، دول 18 ما يقلقوش، دول العصابات العادية، دول اللي يقلقوا. بص الجنود بتوعه عاملين زي مطورين لأقصى حاجة، احنا عندنا جنود كده بس ده عنده 36، انا كنت مطلع 12 و16 فاكر ان انا كده خلاص خارق يعني. وعنده هنا جيش رماه كمان مطورين، بص الدروع بتاعتهم ايه، الرماة بتوعه بص عاملين ازاي. تعال احنا نشوف الرماة بتوعنا، يا عيني قراوين الرماة بتوعنا، في منهم كام واحد معاه خواص كده بس يعني اعتبروا قراوين ما عندهمش حاجة. والجيوش بتاعتنا اللي هنا دول ماشي قويين شوية بس دول تعبانين خالص، يا عيني. الباشا جاي لنا بص كام، 36، وحدة تانية كمان، 1 2 3 4 خمس فرق جاي لنا بخمس فرق. طب احنا هنا ايه حالة الفوز؟ نتائج التحدي على كل المتحدين احضر جيشهم الى ميدان المعركة. احنا عندنا اظهر موقع، ايوه هنيجي نتجمع في المكان دوت عشان نحارب. طب استنوا كده، ينتهي لما عندما ينتهي الوقت ولا يوجد قوات لأي من المتحدين المتواجدة على ميدان المعركة يفوز اللورد الذي بدأ التحدي. اللي بدأ التحدي هو أنا قلت له إنه اللي بدأ الحرب أصلا، بدأ التشالنج الحرب، فاللي بدأ الحرب هو. لو أنا ما ظهرتش في الأرض دي في خلال 86 يوم هيجي هو ايه يحصل على الارض ببلاش. طب تعالوا احنا نكسب ال 86 يوم دول، نجيب جنودنا ونوقفهم بس على جنب كده عشان ما نحتكش بيهم، او نحاول نلقط لهم مثلا فرقة اخيرة مثلا من الفرق بتاعتهم. هما فين اهم؟ فرقة حاشية يقتربوا مننا، ودول قطاع الطرق دول. طب احنا منقدرش نستعين بقطاع الطرق، وقع العقد طالما ان لديك نقود. ماشي من عندي نقود، ماشي وقعنا العقد. فينهم؟ يمكن عشان احنا عندنا جيوش كتير منقدرش نجيب اكتر من كده، او مش عارف ليه ما جوش مش فاهم. كل ما يظهروا من ورا الأشجار يجيب لي العلامة دي، تم رصد وحدة عدو.
طب احنا تعالوا نعمل لهم فخ كده، نترص هنا. لا بالعكس، استنى نترص كده اهو، ودول نترصوا هنا قدام. طب الفرقة بتاعتنا اللي هناك ديت فين؟ اه جاية لسه في الطريق. اه الرابط، نايس. تعال تعالوا لي هنا، ده بس يعدوا علينا كده يبهدلوا الدنيا. ما ينفعش نواجههم كلهم على فكرة. تعال بص طيب على الخيارات اللي موجودة ايه. تعال لو رجعنا كده ورا، ندخل هنا مثلا مفاوضات، يمكننا أن نضع حدا لهذا الخلاف مقابل مبلغ بسيط، ممكن يعني نديله فلوس عشان يوقف الخلاف ده. يمكن أن جعل الأمر يستحق العناء إذا تخليت عن جميع مطالبك. إزاي ده؟ يعني نطلب منه إن هو يتخلى عن جميع مطالبه؟ مش عارف صراحة، الموضوع مش سهل. قدامنا جيوش مسحقة جاية علينا. ساحة المعركة فين؟ تعالوا نشوف كده. اه ساحة المعركة هنا. طب هما جايين عليا ليه طيب؟ والله احنا مش هنطلع من أرضنا، هما يقولوا انت تعالوا معلش اجروا شوية الفرقة دي، بس خليهم يجروا شوية عشان يوصلوا لنا هنا، رغم ان هيتعبوا والتعب مش هيبقى كويس عشانهم. الإرهاق، اه بص يقلل الإرهاق شوية شوية. ما تفرقوش هما طيب، راحوا يمين شمال الفرق بتاعته. متفرقوش. الحاشية بتاعته القوية والفرقة ديت يعني فرق خارقة مش سهلة، فرقتين قويين جدا والحاشية وجايين علينا مباشرة. والله أنا شايف إن الحرب مش متكافئة، خلينا نوقف كده. دول لو قلت لهم اطلقوا هيطلقوا دلوقتي عليهم على طول. بس أنا ممكن نعمل إيه؟ ممكن نرجع ورا كده ونحاول نفدي الجنود بتوعنا بشوية فلوس يا سيدي، مش مشكلة. ممكن نوضع حد لهذا الخلاف مقابل مبلغ بسيط، جرب كده. ارسل ونشوف هيطلب ايه. لو شغلنا دلوقتي، لا لسه الحرب شغالة. اعلان السلام، أعلننا السلام، ما بقوش أعداء. ما بقوش أعداء. وصلنا رسالة، البيس سيلفر اكسبت، الرد على الرسالة او انهاء المحادثة، موقع مختوم بختم الشخص. طب ماشي، بس الرسالة فينها؟ هي مش فاهمين. المهم ان هو في حاجة اسمها بيس اكسبت، انه احنا يعني وافق على السلام. والله يعني انا، طب اخدوا مننا ايه طيب؟ يعني او هيفرضوا علينا ضرائب مثلا ولا حاجة؟ احنا كنا يعني بنحاول، ما اعرفش كنا هنقدر نفوز عليهم ولا لا. بس يعني الصراحة 90% أو 80% المفروض إن احنا هنخسر. بصوا قد ايه جيوش، وهو بصوا لا، وفرق الحاشية بتاعته معاهم علم وكده، والدنيا يعني عالية خالص. احنا فرقة الحاشية بتاعتنا معاهم علم برضو، بس عددهم ربع، عددهم ربع. الجيش بتاعنا اللي هنا ده خليه يرجع، ممكن نقول له ترجع بلدك، ارجع هنا تاني اهوت. فرضوا علينا 388، يمكن هي دي الفلوس اللي عشان ان احنا فدينا بيهم الشعب بتاعنا. والله يعني معلش هندفع الضرايب دي واحنا دلوقتي مجبورين.
هنضطر ندفعه واحنا مجبورين. ليه بقى؟ لو كنا دخلنا في المعركة دي كانت هتبقى خاسرة. هنا نسبة التأييد لسه عالية شوية، خلينا نرجع ناخد منهم ضرايب. معلش ندفعها شوية بس عشان ندفع المبلغ ده. وبالمناسبة اللي يعرف ازاي ان احنا نقدر نجيب فلوس لخزنة البلد، تم رصد جيش حاكم اخر. الله، واحنا مش بقينا اصدقاء خلاص. هو لسه معلق انه كل شوية. وفي اظهر ساحة القتال، لسه ساحة القتال موجودة والمعركة قايمة، بس في حالة سلام. معرفش ايه اللي حصل يعني، ما هجموش علينا احنا. والله مش عارف. طب احنا نقدر ندوس عليهم هجوم؟ ما نقدرش. والله غريب اللي حصل دوت. لسه ديت موجودة معركة من أجل إيزي وورد اللي هي البلد بتاعتنا دي. بس هو خلاص أعلن السلام يعني، حتى لما نيجي نطلع كده مبقاش في المفاوضات موضوع إن احنا نطلب منه سلام أو مش عارف ايه أو كده. طب التاني دوت ايه، ايه فايدته؟ تعالى هنا، تحتاج إلى فضة لمساعدي، المفروض التالي مساعدتي يعني يمكن أو حاجة كده. والله تعال نجرب نطلبها منه. معرفش ده ايه، ده مين اصلا؟ تالي دول اللي هم الناس العصابات. نطلب نشوف ايه اللي هيحصل. مش هنكتشف اللعبة الا لما نجربها يعني. معانا 116 فلوس، تعال نسرع اللعبة شوية صغيرين، نشوف هنقدر نحصل ضرايب بس من الناس شوية حتى ولا لأ. تم رصد جيش حاكم آخر لأنه بيطلعوا من البلد. على فكرة هي فيها لص اللعبة فيها ايه، ممكن نقترح مكان الحرب يكون مختلف بس مقفولة لسه في الإصدار المبكر ده. وهنا ممكن نستخدم مكرمة الملك، نستخدم اللي هي الانفلونس بتاعتنا يمكن أو حاجة زي كده. وهنا استسلام برضو، كل ده مقفول. طب احنا هنا طلع عندنا أمور كويسة، بيوت وكذا. تعال نشوف هنقدر نعمل بيهم ايه في الحاجات اللي عندنا دي. احنا عندنا حد المفروض ان احنا عيننا واحد منهم يعمل لنا دروع. ده حداد، ده اللي بيعمل السيوف والحاجات ديت. نعمل لي من الرماح الطويلة، وهنشتري احنا دلوقتي حديد. انتهت أعمال بناء الطحون، ماشي. والله ما دام انتهت اعمال بناء الطاحونة تعالوا اشتغلوا فيها. في عندنا واحد تاني ورشة النجارة، ورشة النجارة احنا قايلين له يصنع دروع. حلو خالص، اشتغل لي على الدروع. حتى ممكن ورشة النجارة نطلب يعني نعمل واحد تاني كمان ورشة نجارة. ده النجار، خلي التاني قصاده نجار برضه، اخد منه الصنعة. والحداد كمان نخلي قصاده حداد بس لما البيت ده يتطور. نسبة التأييد ليه بتقل؟ تسبب هذه الأرض السكنية خسارة في الأبروفل. راجع لوحة البناء للمزيد من التفاصيل. يمكن مفيش عندهم موارد كافية مثلا، الأسواق والحاجات ديت. يمكن استراحة بتاعت الحيوانات بتاعتنا، خلينا نطلب واحد من ده جديد. سرع الحركة. نيجي هنا هو، احنا التجارة بتاعتنا في البلد دي بطيئة بصراحة يعني. لو جينا هنا على المواد الصناعية، احنا جينا على الحديد الخام، طلبنا ان احنا نشتريه هنا. نفتح طريق تجاري للحديد الخام ونقول له استيراد. حلو، هتستورد كام بقى حديد خام؟
خلي يكون عندنا هو كده 66. احنا عندنا شوية حديد خام ممكن نحولهم دلوقتي لسبائك أو كده نسهرهم. انت عارف الصناعة منفخ سهر الحديد. تعال نحط ده على طول، نديله حتى أولوية. نصنع بقى السيوف والدروع، السيوف بتاعتنا بنفسينا، نديله أولوية. نشغل نسبة التأييد بتاعتنا مش سيئة، بس فلوسنا ما زادتش خالص، ما خدوش أي ضرايب من الناس. هو أنا مشغل لعبة على البطيء. اه بس ودول لسه رايحين يجتمعوا في ساحة المعركة، واقفين لنا في ساحة المعركة. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. المفروض علنا السلام. تعالوا هنا على تبوك. تبوك نسبة التأييد فيها تعبانة خالص. مش حاطين لكم ضرايب يا جماعة، في ايه؟ ضرايب التشرد والبرد. هي تبوك مشكلتها في البرد والتشرد، ديت ملاحقها من زمان. من زمان هم متلاحقين بالتشرد. طب البيوت عندها كل وسائل الراحة موجودة، المسجد بتاعنا ده متطور، أمورنا كلها كويسة. بس يعني حتى بص ينفع يطور بيوت كتير. ترقية لمستوى 2. في بيوت هنا ينفع تسع لعيلتين واحنا مش مطورينها. كل ده ينفع يتطور. شفتوا مش طور لي كام واحد كده؟ مش عندنا هنا الخشب أموره كويسة، والحجر والكلام ده، وبلاط السقف. بس المشكلة اللي عندنا احنا ما عندناش حديد هنا في البلد دي كمان. تعالوا نعمل نفس الحاجة. مركز التجارة، تجارة، مواد صناعية، حديد خام. اشتري الخط بتاعه، اعمل لي استيراد. خلي عندنا 20، 20 حديد خام. وتعالوا لي هنا على البناء، على الصناعة، منفخ صهر الحديد. منفخ صهر الحديد خليهولي. المنطقة دي تقريبا بقت منطقة صناعية، فخلاص خلينا نشتغل هنا برضه. ارفع لي نسبة التوتر. تعال نسرع اللعبة لأعلى حاجة ونشوف. الضرايب دي هتقتلنا يعني. شركة مرتزقة جديدة موجودة. not enough money for real taxes. مش قادرين ندفع، بس خدنا شوية ضرايب من الناس، وجات عوائل جديدة. التأييد بيقل شوية بس جالنا عوائل. دول اللي بيقلوا بقى. انا بص الكشك مثلا تزويد الطعام مش مكفيهم او مش وصل لهم. ممكن نعمل كده، فخد سهر الحديد جهز في البلدين. بطل اللعبة، عين هنا واحد، برضو العين هنا واحد، او حتى هنا عين العين الاثنين. تمام. كنا عايزين نحط لهم هنا حتة سوق صغير. الأول نحط لهم بيوت. آخر بيت هنا، نعمل طريق بس كده. ينفع نحط بيت هنا؟ ما شاء الله ينفع بيتين. والله خليهم لي بيتين صغنطوطين كده. والحتة اللي قدامهم دي بقى نعملها سوق، سوق صغنطوط. يكفي 5 بسطات هنا. نايس. اهو ماشي. منفخ سهر الحديد ده بدأ يشتغل. عندنا حديد خام، ده جميل والله. احنا عندنا عشان حصدنا شوية الحديد اللي كانوا هناك. كان عندنا شوية حديد هنا اهو، مورد الحديد. سرع لي اللعبة تاني. نسبة التأييد قلت شوية بس فلوسنا ماشي حالها. دفعت حاجة بسيطة خالص. مخزن الحبوب، مخزن الحبوب طلع حلو. تبوك ازدادت. يا الحاجات اللي جوه هنا اللي بيحصدوها اتلت وخسرنا منها شوية.
معلش، اصلا هنا الاكل والشرب كويس، لكن الاكل بدأ يقل شوية، فعايزين، عشان كده احنا كنا عملنا اللي هو المطحنة. المطحنة اشتغلت بس الفرن ما اشتغلش. تعال نعين هنا حد ونشوف كده مطحنة. اصلا احنا خلصنا كل حاجة، طحن كل حاجة اظن، مخزن الحبوب، لا تجد أموال كافية في مركز التجارة. اشترينا بكل حاجة عندنا يعني مواد خام. فين نقدر نشوف حديد؟ اشترينا 13 حديد خام، واشترينا رماح. احنا بنشتري رماح دلوقتي صح. طب تعالى بقى معلش، موضوع الرماح لا تجارة، حلوة لا تجارة دي، وانت كمان برضه استيراد ده لا تجارة. هنبتدي احنا نبتدي نصدر بعد شوية. الأراضي المستوى 2 اللي احنا كنا طورناهم مثلا زي ده، تعالى صنع لي أجزاء خشبية، وأنت الحداد خد عيلة كمان، ورشة النجارة دي برضو بتعمل ألواح خشبية، دروع صغيرة، ماشي خليك اعمل دروع صغيرة. ده مستوى 2، اشتغل لي بقى ايه ورشة حداد، ودي أرض سكنية مستوى 2 كمان، خليها تشتغل في الملابس. خلينا ننوع لهم من دلوقتي، خلي كل حاجة عندهم جاهزة. مستوى التأييد بقى 50% يا دوبك بالظبط، يعني هنا نقدر إن شاء الله نبقى ناخد منهم ضرائب، بس الضرائب اللي علينا ارتفعت أكتر كمان. وعندنا 26 يوم بس ويحصل حالة خسارة. يا جماعة طب ما احنا طلبنا أي حاجة، ليه دخلت بالجيش بتاعي هنا؟ طيب هيحصل ايه؟ رصد جيش حاجة مؤخر تاني، جايب جيوش تانيين، جايب 5 فرق كمان تانيين. ياه في ايه يا عم؟ تعال ندخل هنا ونشوف هيحصل ايه. احنا واقفين في الأرض بتاعت المعركة، مع ان احنا طالبين ان يكون في بيننا سلام وكده، هو وافق. والله انا داخل اهو في الارض المعركة، بس احنا لو كنا مش هنهزم دول هنهزم معاهم تانيين كمان، الفرقة التانية كمان اللي جت. ما الذي يحدث؟ بس تعال نسرع اللعبة نشوف ايه اللي هيحصل بالمرة. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. بدأنا نصنع رماح، شوفوا عندنا 2 رماح. طيب الحداد احنا نقول له يصنع ايه؟ يصنع لنا اللي هي الرماح الطويلة ولا لا؟ دي دلوقتي السيوف، سيوف بتاخد 2 لوح حديدي، الرماح الطويلة واحد بس. معلش تعدوا من جنبنا ولا كأن احنا بنحارب بعض، عادي هيروحوا يقفوا جنب اصحابهم هنا. بص الجيش رصة مرصوصين مستنيين. مستنيين ال 11 يوم يعدوا. تعال نستنى احنا كمان معاهم ونشوف اللي هيحصل، هيهجموا علينا ولا يعملوا ايه. واحنا بنستنى، تعال لو رجعنا ورا كده في اصلا حاجة جاهزة، محتاج فضة بتاع بلاغة، مش عارف، مفيش حاجة خالص. لا يوجد حاجة جديدة، ذكاء مدفوعة، سلع مهداة. فين دي؟ تم تسجيل تغيير، بدأ موسم الحصاد، ماشي 4 أيام، 3. سياسات جديدة متاحة هنا في المدينة ديت، الصيام الصارم. عايزين نشوف أحداث الحرب العظيمة الطاحنة اللي هتحصل دي. 0 يوم، باتل 1، إعلان السلام، المدينة لسه بتاعتنا، وطلع بالجيوش بتاعته. والله يعني احنا عائلة جعانة. فين؟ نفسي أشوف دي عائلة جائعة هنا في تبوك.
هي تبوك فيها خلل، يعني هنا في عندنا خلل، لسه متشردين ولسه مش عارف عندهم ايه ولسه ايه، كل دي حاجات عندهم مشكلة فيها. بصوا هنا كل شوية نيجي هنا نلاقي عندهم نسبة تشرد والجو برد رغم ان عندهم كل حاجة. مش قادر افهمهم بصراحة، الدنيا بايظة معاهم ليه؟ طب انا كده الحمد لله هم وانزاح. طب مرست الجيش اخر يا عم خلاص، بيدخلوا بلدنا عشان يطلعوا يعني، خلاص هم طالعين اهم شايفينهم طالعين خلاص. طب كويس، يلا مع السلامة، متجوش تاني. معملناش حاجة غلط أصلا يعني، المفروض تعالوا حلولي الفرق دي كلها، حتى هنا فرقة الحاكم دي برضو حلوها، خلي الناس تشتغل بقى. عايزين نشد حيلنا، لازم يكون معانا اقتصاد قوي، لازم يكون عندنا جيش عشان ما نخافش بقى. أصلا مش عشان ما نخافش، عشان احنا اللي نهدده، هو ما يجرؤ ويجي يقول لنا تعالوا اخد الارض بتاعتكم تسمحوا لي. هو يعني استجرأ علينا جامد يعني، احنا لازم نرده. ما شاء الله عندنا هنا كمية حاجات كبيرة خالص، يعتبر المحاصيل بتاعتنا. دول عايزين يتظبطوا بقى، قمح مثلا كده خلاص، لا نزرعوا الشعير اللي بعدها خليه فاضي، واللي بعدها ارجع تاني قمح، هكذا بقى هنشتغل على واحد واحد. ده 29% ماشي، خليه اللي بعدها خليه فاضي، وبعدها ازرعه شعير. المرة دي هيبقى فاضي، لا خليه قمح، احنا اصلا في موسم الحصاد يعني. بس قلت اعمل معاه، اعمل شوية على ما الوقت يعدي، خلي ده فاضي الموسم، السنة التانية والسنة التالتة ازرعه قمح تاني. مشكلة بقى الأراضي اللي بتوع الصغيرين هي دي، إن أنت لازم تقعد تظبط واحدة واحدة، مفيش عندهم كده يعني من إدارة المزرعة زي أوستريف. إدارة المزرعة تقدر تظبط كل الحاجات مرة واحدة مع بعض. هنا مثلا قمح المرة دي، اللي بعدها مفيش حاجة، واللي بعدها تكون شعير. تمام، وهنا الناس بتوعنا ما شاء الله شغالين حصاد. سرعوا لي اللعبة، عندنا حد في المستودع ولا لا؟ احنا اصلا مفيش عوائل هنا في البلد دي. بطل لعبة تاني شوية، هاتلي بيوت بسرعة، او قبل البيوت عايزين طريق هنا كده. احنا عملناش طريق للبيت ده، تخيلوا. تعالوا نعمل هنا طريق، نطلع كده هاي، تعالوا ناخدها كلها خلاص، تكفي 18 سوق. خلينا ناخدها هنا، اصلا ده مركز المدينة تقريبا. هندخل على مخطط القصر نعمل له طريق، غلط يعني ان احنا نعمل قصر من غير طريق. نعمل له طريق من هنا كده يوصل هنا مباشرة، وطريق من هنا يطلع كده يوصل هنا برضو. حتى ممكن نعمل طريق بتاعة الضرايب دي، وعايزين نضيف شوية حاجات زيادة زي اللي هو برج خارجي وجدران وأبواب والكلام ده. برج خارجي خلينا نضيف كمان، مش هينفع نبني ده، ريسيت، لازم نقفل ونرجع نفتحه تاني. ينفع نبني واحد بس. ايه ده اتحط يعني هنا خلاص. ينفع نقول له كومنت خلاص، ادينا اوردر يبنوا ده. انا هنا عايز اخلي القصر دوت يبقى محاوط للبيوت السكنية، نعمل عليها سور من بره، حتى تبقى المنطقة السكنية دي كده كلها في البقعة ديت محمية من السور بتاع القصر، ونحط عليه جنود بقى وكده، بحيث ما يحصلش علينا أي نوع من أنواع الغزو. مطر مطر شلالات، فلوسنا في البلد دي صفر، رغم إن إحنا بنتاجر في ال حتى مش قادرين نشتري حصان جديد، إحنا بنتاجر في الطين وفلوسنا صفر.
ألواح خشبية نعملها تجارة كمان. فعل ده نشوف اللي هيحصل، فعل اللي تاني برضه نشوف اللي هيحصل. طيب تعالوا هنا نطمن على محصول الأكل بتاعنا. الخبز عندنا منه مش كتير قوي، تعالوا النقاط بتاعتنا دي لازم نستفيد منها. ندخل على سياسات أو تطوير. تطوير تطوير بقى هنعمل ايه هنا؟ عايزين تربية الأغنام، قطعان أغنام تتكسر ببطء في المراعي؟ لا، ولا زراعة الفواكه؟ مش عايزينها. عايزين نجيب لهم عسل، ما طلعتش عسل قبل كده يعني، فعايزين نطلع. أو لا، طلعت عسل. تعال هات لي عسل، وممكن فحم عشان أخلص من موضوع ان يقولوا لي احنا ما عندناش تدفئة. تعالى هنا هات لي موقد الفحم، ما عندناش اصلا خشب هنا في البلد دي. البلد دي فقيرة من ناحية الخشب. لو احنا عندنا اصلا هنا هو في اللي هو منشرة الاخشاب دي مش معينين فيها حد، بس دوت معينين فيه، لازم حطاب. تعالوا نشيل منه دلوقتي، نرجع نضيف هنا العيلة، بنسرع اللعبة. خليه ايه يبني لي، ابنوا لي مثلا البيت ده بسرعة دلوقتي. خلي الناس تبتدي تيجي، وعندنا عيلة واحدة بس بتبني، جالنا 100 وراح منها على طول فلوس عشان حاجات تجارة. خزينة الدولة مش بيجي فيها فلوس كتير بصراحة، ده مش أمر كويس. هنا انتوا مش مهم، المهم ايه تبنولي بيوت دلوقتي. كنت عامل القصر على اعلى حاجة، فعشان كده يعني كانوا ايه مستعجلين. جالنا فلوس تاني ما شاء الله، بدأ يجيلنا فلوس حلو. التقيل بتاعنا بدأ يرتفع حاجة بسيطة. الخشب عندنا خشبتين بس. طيب الخشبتين دول بقى هنستغلهم دلوقتي، وهنعمل بيت تاني، معسكر تاني تقطيع الأشجار. المرة دي خلينا نحط الناحية التانية هنا. هو هنا مكانه هنا في النص كده، وممكن نعمل حواليه بقى شوية البيوت بتاعته، اللي هو هيكون كوخ بتاع الغابات عشان يزرع تاني. عايزين نعمل، أيوة ده محرقة الفحم. محرقة الفحم خلينا نحط المحارق بتاعة الفحم الناحية دي، ولا لأ الناحية دي تبقى صعبة. ممكن هنا ورا شوية نحرق الفحم هنا. حلو، نطلع لنا بيوت عشان يجيلنا شوية عوايل بس زيادة. ربوا فراخ، خلي دول يربوا لنا شوية فراخ يزيد الأكل يعني. عندنا أزمة حقيقية في الخشب، حجر ناقص عندنا. تطلع من فارغة كوخ الجامع، تطلع لي الناس منه. تعالوا نشيل الوحدات ديت كلها. طب راس الجيش تاني، هما لسه كل ده بيطلعوا؟ ده واقف هنا. رماة المرتزقة الخفاف، عنده قطاع طرق ورماة واقفين هنا، واقفين في أرضنا. شكله ناوي على الغدر، شكله ناوي على الغدر. عجبت القصة يعني، أو يمكن عشان احنا لسه مدفعناش الفلوس مثلا، يمكن. بس احنا يعني ايه ناويين ندفع يعني، احنا مش مقولناش لأ احنا هندفع دلوقتي، لأن احنا لسه وضعنا مش تمام أوي. شوية كمان وهنيجي احنا اللي هنطلب منه فلوس. هنا هوت الضرايب بتاعتنا. وايه ده، دوست هنا دروع كبيرة من خزين، دروع كبيرة هنا في القصر. ضرايب
نقدرش نزودها اكتر من كده، الشعب هنا ينهار. تعال نشوف تبوك، الاخبار بتاعتها. تبوك عندنا مخزن ممتلئ. مخزن ده ممتلئ. طب ما احنا حاطين لكم هنا هو مخزن حبوب، بس مش معينين في حد لانه ما كانش عندنا عوائل كتير. هنا عندنا حديد 200 وشوية، نايس. تعالوا نستفيد منهم، اصلا المفروض نستفيد منهم دلوقتي، ما نجيبش حديد من بره، مشتريش حديد من بره. نيجي نطلع دول، معلش هنكسر 4 أخشاب. طلع لي ده مرتفع جدا، أعلى حاجة. وتعالى لي على مركز التجارة بتاعنا، على حديد هنا هوت، حديد خام. وقف دلوقتي، ولا تجارة ولا أي حاجة، وقف للموضوع ده خالص. الحجر عندنا مشكلة فيه هنا هوت، إن احنا معندناش مورد حجر، خلاص انتهى خلص واحنا محتاجينه، بس ايه مش موجود كتير. في عندنا المفروض اللي هو المبنى اللي احنا حطيناه، محطة تعبئة. محطة التعبئة لازم نعين فيها عيلة، ونيجي على ان احنا نطلب لهم حمار. تعال نطلب لهم حمار، مش مشكلة، ونقول له هنعمل مقايضة او ارسال، بس بدون، ينفع ارسال بدون مقايضة، لان احنا نبعت لهم مثلا دقيق. مثلا او شعير، نبعت لهم شعير، احنا كده كده عايزين نبعت شعير هناك، نبعت لهم شعير وناخد احنا منهم. ناخد احنا منهم اللي هو الطوب، حجر اهو ينفع. ارسال وتلقي، نبعت شعير ونتلقى طوب بدون مقايضة. مش عارف يعني ايه بدون مقايضة، بس هنشوف دلوقتي. احنا هنا المدينة ديت النمو بتاعها تعبان خالص. نسرع اللعبة تاني، بيعنا شوية حاجات، أرض سكنية جديدة أو عيلة جديدة جت، نايس. طلعوا لي كل البيوت دي خلاص كلها دلوقتي حالا. نسبة التأييد ارتفعت شوية، تفتكروا إني نطلب دلوقتي؟ في الطاحونة الهوائية هنا في موارد اتلفت. طب مخزن الحبوب ده تعالى يا متقدم، انت مش هتجيب لي مثلا شراب؟ مش عايزين شراب عندك، ولا عايزين بيض ولا جزر ولا تفاح مبدئيا، ولا توت ولا لحم، بس الحاجات دي. نخليه يجي ياخد شوية دي اللي موجودين. ودوت عايزاه، انا كنت عايز اراقبه واشوف حتى التعبان ده هيروح فين، هيجي منين. هما هنا لسه في البيت، ما طلعوش. هل عشان احنا ما جبناش هنا مثلا؟ نعرفه يروح ياخد منين ويجيب منين، صح؟ لازم نعرفه هيروح فين ويجي منين. طلعنا البيوت ديت، ده مش سيء خالص، ده بالعكس حاجة جميلة. بقى معانا شوية خشب، أكيد المخشبة اللي هنا دي طلعت. لا لسه ده طلع، لا لسه برضه. تعالوا ابنه، وعايز اروح هناك لان حاسس ان هناك الضرايب قتلتهم. لا لسه والله، كويس والله، يا شعب صمت، دفعوا لنا ضرايب كتير. هنا بقى نقدر نيجي نقول لهم معلش انتوا كمان استحملوا معانا. لسه ما خلصناش القصر، عندنا بناء هنا كتير قوي، مش قادرين يخلصوا القصر عشان ما عندناش حجر. فهمتوني؟ احنا ناقصنا حجر، عندنا ناقص 5 حجر. الحجر بيجي فين المفروض؟ الحجر لسه ناقص 5. والتران شغالة حلوة، وزعت كل حاجة، بس لسه مبنواش. بناء حفرة التعدين خلاص خلص، عايزين نعين فيها على طول حد طلع لنا شوية حديد.
احنا اصلا الحديد اللي عندنا مش بيبان هنا، هوت بيبان يمكن هنا، عندنا حديد خام واحد واللوح حديدي 45. حلو الكلام ده، نسبة التأييد هنا ارتفعت وجالنا شوية ضرايب كمان حلوين. نايس، انا سعيد. تعالوا نعمل هنا كده شوية تخطيط بسيط للطرقات. هتقولي بقى ايه؟ بيوت سكنية ونهر، عايزين قصدي بير نهر، ايه عايزين بير كمان، المنطقة دي مفيهاش مية بس هنا في الآخر في مية، ممكن نحط هنا بير، نعمل له طريق نوصله. حفرة التعدين احنا طالعين منها الناس أصلا، تالي خلص من عندنا اللي هو الطين، شايفين خلص من عندنا الطين، واقفين كلهم هنا اهو منتظرين يبنوا، بس مفيش بناء، وكيل فلاح في الانتظار، وكيل كلهم عايزين يبنوا. لما اشوف قللت موضوع البناء بدأوا يتحركوا يروحوا هناك يمين وشمال يبنوا الحاجات التانية الأهم. يعني لو جينا مثلا حطينا لهم هنا منطقة سكنية جديدة، عندنا خسارة في التأييد هنا هوت، 200 دول ما عندهمش وقود، احنا جبنا لكم خلاص بقى دوت، هيطلع دلوقتي حاجة بسيطة خالص وهيطلع، نشوف على الله بقى يشتكوا لنا تاني من الوقود. احنا البيوت ديت احنا قلنا هنشغلهم كلهم في الدواجن، عندنا 3 بيوت هنا هيطلعوا كمان، بس العوائل هنا بتجيلنا ببطء أوي بصراحة، والقصر دوت احنا مشكلة مش قادرين نجيب فيه شوية الحجر. طب ما تجيب يا عم الحجر، يعني ممكن تجيبه، طيب ولا ما جالكش الحمار، ولا اطلب حمار. تم وضع المواشي في محطة التعبان اهو، نجاب حصان، حصان في الانتظار، هم تراحوا كانوا الناحية التانية هنا. تعالولي على البلد دي بقى اللي خلاص أهلكها وأنهكها الضرايب، اللي هم ما شاء الله عليهم والله دفعوا لنا الضرايب كلها خلاص، تعال ايه نشيل من عليهم الضرايب خالص. الأكل لسه مقلق من هوت، قمح ما عندناش، بدأ يبقى عندنا شعير وبدأ يبقى عندنا حبوب ودقيق، بس الخبز اللي ناقص، ازاي خبز ناقص ماينس عين لينا 3 عوائل، نسبة التأييد نزلت جامد. لا 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 اوعوا تزعلوا، البيت الجديدة اللي ربي فراخ، احنا هنا مربناش عملناش بيوت تربي فراخ كتير صراحة، وممكن نيجي نعمل لهم حي كامل هنا ورا. تمام، الحي دوت هخليه كده بيوت صغيرة عشان كلهم هنطلعهم يربوا فراخ. طبعا معناش فلوس نعمل الموضوع ده، ولكن احنا ايه اللي بدأنا نجيبه هنا اهوت في البلد ديت؟ حجر، عندنا حجر، ان انا عينت واحد هنا بس، هو النحات اللي شلت منه، انا تعالى عين لي واحد خليه يجيب مزرعة الغنم. المفروض ان احنا عندنا موارد بتاعتها برضو، عايزين نعين حد هنا يروح هما يجيبوا الحجر، عندنا حجر هنا كمية كبيرة خالص، يعني موارد غني. كنا عايزين نعمل ايه؟ كنت عايز اجي اشوف خطوة التعبئة هنا، احنا مدينها ان هي تجيب طين وتودي ألواح خشبية بتبوك، نجيب كمان حمار، لا معندناش فلوس. كنت عايز اجي هنا اهوت، والحاجات اللي احنا بنتاجر فيها نراجعها تاني، نبص عليها تاني، بص خط التجارة دوت هيبقى بكام،
بس هيجيب لنا دهب يعني لو اشتغل. احنا بنصدر أقواس، تمام. خلينا نفعل دي تاني. بص الدروع بقى معانا قد ايه، شايفين؟ والرماح طويلة حتى. بصوا معانا كام، معانا 30. رماح صغيرة 14 زي ما هما. جميل الكلام ده على فكرة. لو جينا بقى عند السلع هنا مفيش عندنا حاجة خالص لسه. مواد صناعية، الجلود متصفرة، معندناش جلود كتير. ده معناه ان احنا عايزين ايه، نجيب حد. نقول ده لا تجارة، نجيب حد يصنع لنا يعني يطلع لنا جلود من المعيز. حطب، احنا لسه بنصدر حطب. صدر يا اخويا لو تقدر تصدر صدر. بالنسبة للأكل، كمية الجزر بنعتمد عليها جامد جدا في الأكل، بس الباقي تعبان خالص. المواد اللي هي الأولية ديت عندها شوية شعير جاولنا من هناك، صفقات تبادل، ده كويس. ده معناه بقى إن نقدر نجيب اللي هي دي، البيت اللي هيحط لهم فيه المشروبات بتاعتهم، يجوا يشربوا زي القهوة يعني. البلد ديت غنية بالأشجار خالص والله. تعال نحط لهم القهوة بتاعتهم هنا، ما شاء الله كل البيوت دي طلعت ولا خدت بالي. كل دول طلعوا معناها انه هيبقوا عايزين اكل اكتر. دي من المفروض ان هي يعني مش حاجة، واو ما شاء الله فلوسنا كفت ان احنا نعمل كل دول بتوع دواجن يعني. ده جميل جدا والله الكلام ده. تقولي حتى مستودع هنا هوت للأكل، مستودع الحبوب خليه هنا قريب. وأحد البيوت اللي هي مستوى رقم 2 لو احنا مش معينين له حاجة نخليه يصنع لنا المشروب. بس المفروض ان احنا يبقى في عندنا مبنى هنا. ايوه ناخد الشعير نعيد تدويره او نشتغل عليه. طيب ده رجعت الضرايب تاني عندنا. في ايه يا جماعة؟ هما شايفيننا حصالة بس بياخدوا مننا يعني؟ الشعب بتاعنا أرهقه الضرايب، فما نقدرش يعني نطلب ضرايب دلوقتي تاني. يمكن الراجل اللي احنا طلبنا منه السلام دوت هيفضل ياخد مننا بقى ايه، رقم كبير على طول كده. ان شاء الله هنا التجارة اشتغلت تاني كويس، هنا بدأ يجيلنا فلوس حلو. تمام، قال لي بس يبقى تجمع معايا فلوس وافتح طريق اللي هو لتجارة الدروع، ونجيب نودي دروع، نتاجر في الدروع. حجر، جالنا شوية حجر هنا، معناه ان ده خلص. لا لسه. طب اشتروا لي كمان حمار هنا اهوت. عندنا حمارين هنا. بدأت عائلة جديدة في الانتقال، ما شاء الله عندنا كمية عوائل كويسة. تبوك طلعنا حديد خام يا ترى. جلود بقى عندنا كويس، جلود. الحديد الخام عندنا 50، ولو حديد كتير. أسلحة حلو، 20 رماح. نعرف نطلع فرقة 20. هخليهم لحد ما يوصلوا لإيه، للكامل اللي هو 36. وعايزين نطلع ورشة بتاعة النجار دوت، لأن اللي بيعمل إيه. نطلع يابا شوية دروع يابا. ما عندناش ألواح خشبية، أنا موقف الراجل. أه صحيح، أنا آسف معلش. تعالى هنا، منشأة الأخشاب عين لي واحد. والحطاب، أوه أنا نسيت موضوع الحطب. نفذ وقود تبوك طبعا. تم رصد وحدة عقار.
قطاع طرق جايين فين؟ جايين عند دبي قصدي تبوك. وقف لي بسرعة. نفس القصة برضه، هنروح هنا ونطلب هنا الجيوش بتاعتنا ونجيبهم. قصة طويلة. دلوقتي نقدر نجيب قد ايه؟ احنا عندنا 100 وشوية. طب تعال نحاول نطلع من دول. لا لسه هنا. عندنا نعرف نعمل فرقة كاملة من اهو، ونعرف نعمل فرقة ابو سيف. مفيش فرقة من ديت. 14 ومن دول كمان الباقيين كده. خلاص خلصنا الناس بقى، كل الشعب مجند عندنا. دول زي ما هم 12. ينفع تيجوا هنا؟ ينفع. كان ناقصاهم هي قطاع الطرق، بس ان شاء الله نتصدى ليهم ان شاء الله. انا حاسس، عندي احساس يعني ان الفرقة ديت هتبقى قوية خالص، بس زي الفرقة واحد بس. لسه بيتجمعوا، لسه بيتجمعوا الناس. هنا في تبوك كمان مبقاش عندنا حد نقدر نجيبه. مثلا نعمل فرقة من بالحرب العادية دي. ما ينفعش، دلع حريق. طفوا يا جماعة طفوا، ده هنا ما عندناش أي عصابات ولا أي حاجة. سندلة حريق كده في النص ده أول مرة تحصل معايا على فكرة. المتجر ده بضاعة منقولة ومش عارف ايه. طفوه. طيب طفوا بسرعة. في الجيش ده داخل بلدنا ولا بيعدي بس؟ شكله بيعدي عشان رايح يقضي على الحرامية اللي جايين هنا دول. انت الفرقة اللي هتدافع عن بلد بشرف يعني، لحد ما ايه الفرقة التانية تيجي. الفرقة التانية في الطريق، بس قدامهم فترة طويلة يعني مش قليلة. عشان كده 16 دول هم اللي احنا نعتمد عليهم تقريبا يعني. قطاع طرق مش بيبقوا قويين جدا، بس برضه عارف، والله عارف ان في جيش رصدته. هنيجي هنا عند دي نطلع منها. عايز أعين حد هناك في الخشب تاني. لا عندنا دلوقتي يبتدي يجيلنا وقود. دلوقتي عندنا الأكل كمان مشكلة. يلا تعاملوا معاه. قتلنا منهم أول واحد، نسفناهم نسف. هربوا، هيهربوا دلوقتي. قتلنا واحد، معنوياتنا نزلت شوية، بس هينضموا ليهم جيش تاني. بسرعة بسرعة. اوه بقوا علينا 3 جيوش. فين الجيوش الباقية؟ طيب المساعدة يا لما تجروا متعب جدا، حتى مش قادر يركض. الفرقة دي بقت 10 بس، حتى دول ما نقدرش نخليهم يهربوا. لا نقدر. ران كده بعد إذنكم. واحد يا عيني ورا هناك مش قادر يهرب. والله شجاع الواد ده.
عايزين بس استغل ان انا ايه اضيع وقت شوية في نفس الوقت انا بضيع وقت، وغير كده ان كمان ايه بحاول ان انا يعني استفرد بيهم وخليهم يعني يتفرقوا شوية، نقتل واحد واحد بس ما طلعش عندنا اي دروع يا جماعة. الواح خشبية موجودة اهي، يلا اعملوا لنا شوية دروع. ايه الحرب الغريبة اللي احنا بنخوضها دي؟ احنا قاعدين نسحبهم بس، كل اللي بعمله ان انا عمال اسحبهم بس. يلا يا شباب تعالوا نسرعها. يلا تعالوا بقى ايه وروني الحربة تبقى عاملة ازاي. كشك حطب جديد اتفتح كويس بقى عندنا موقود يعني، ها شوية زيادة شوية زيادة. هنبص الحرب دي حصل فيها ايه، تعال ننزل حتى. انتوا عصابة ده انا عايز اديهم بالكف ده، اهو الجيش بتاعنا اهلا اخبزوهم. الجيش بتاعنا هو اللي بالحربات الطويلة دي شايفين. ايوه مش وقت تنتصر دلوقتي، اقتله الاول وبعدين انتصر. هاي حرب طاحنة انتوا. اوه يا جماعة يا ابني انت واقف انت سايب صحابك يموتوا وواقف. انتوا بتعملوش حاجة، تعال انتوا تشوا كذا انتوا هو المفروض تنسفوهم نسف يعني. ايوه قتلنا فرقة، يلا على الفرقة اللي بعدها. وانتوا انتصرتوا فعلا بس معنوياتهم عالية قوي، الفعالية بتاعتهم قليلة خالص عشان يتهيألي اللي هو ابو رمح طويل صعب قدام اللي هو معاه درع. انتوا عم تشجعوه ماشي كتر خيركم، تعالوا من الجنب من هنا حاولوا تقتلوا لكم ولا حتى ده. احنا بنتنسف، احنا بنموت يا جماعة من شوية عصابة صغيرة. التانيين وصلوا ولا ما وصلوش؟ امدادات بس عصابة مش ضعيفة يعني. هم انتوا جايين تتمشوا، تعالوا هنا جري. في حرب هنا اهو قايمة، انتصرنا على فرقة تانية. يعني بص في جنودنا ميتين ازاي قد ايه يا حرام. قتل واحد مننا اهو تحت. حرب يعني احنا خلاص احنا على الاخر بقى منهم، بس هم 11 لكن احنا برضو متنا. الفرقة بتاعتنا خلاص اتنسفت، في فرقة خلصت خالص، الفرقة التانية متبقي منها 9 يعني 10 اشخاص بيحاربوا 10 اشخاص دلوقتي. في فرقة كمان ماتت خالص منهم من بتوعنا يعني. هي المشكلة كمان ان هم لما يكون جايين من مسافة بعيدة جدا في عليهم ارهاق. بصوا 73 ارهاق، انا جايبهم جري اصلا، الارهاق ده بيعمل لهم مشكلة. ارجعوا شوية طيب، وانت تعالوا ادخلوا ضحوا شوية. جلودنا الشجعان دول ضحوا كتير صراحة. انتصرنا، اجروا
يجروا يا جبناء. شوف الشهداء بتوعنا هنا، هتلاقيهم في الحتة اللي هناك دي. بص قد ايه أرض المعركة مليانة، الجيش بتاعنا اللي هناك لسه يا دوبك واصل. بص بص قد ايه ناس ماتت. ودم في الأرض سايل يا عيني. يلا يلا يا جماعة، روحوا ادفنوه وانتوا اتكلوا على الله، روحوا ارجعوا بلدكم تاني. حتى الفرقة التانية دي ارجعوا بلدكم. بعدين اصلا هخلي جزء هنا وجزء هناك على طول واقف، لانه كده بصراحة مش هينفع. يعني كل ما يحصل علينا هجوم نبتدي نتحرك، ييجوا يتعبوا في الطريق كذا، مش حلو. يعني الفحم بدأ يطلع عندنا، فحم وحطب شوية صغيرين، بس الأكل والموضوع ده مقلق. الجثث عايزة دفن كتير هنا اهوت. تعالوا خدوا حد يشتغل هنا في الحفر، حفرة الجثث، وحد يشتغل هنا هو كمان. أظن هو ده اللي بيجي ياخد الناس ويدفنهم. حتى تعال نعين عيلتين هنا اهوت، ونيجي في مكان تاني مثلا بيت زي دوت. منفخ صهر الحديد مش مهم دلوقتي، يطلع شيوخ الجمع لا مهم تيجي، معسكر الصيد ديت مش مهمة دلوقتي، أكيد عندنا دقيق كتير قوي. مزارع مهمة، حفرة التعدين برضو مش مهمة دلوقتي، يطلع. معسكر قطع الأشجار دوت جا وخزنه فيه خشب رغم إنه مش شغال في حد، وبتاع الحديد برضو خلاص مش مهم دلوقتي، يطلع. كده عيننا حد هنا، اتنين قصدي، هيروحوا يجيبوا الجثث ويدفنوه. وبهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا رقم 7 من سلسلة من اللورد. أتمنى إنك تكون اشتركت في القناة لو لسه مشتركتش، وتكتب لي رأيك بكل صراحة ونصايحك وتعليماتك وخبرتك، اكتبها لي في الكومنت، أو حتى تقدر تيجي على الديسكورد ونتكلم مع بعض، واللي أنت عايزه كله نقدر نعمله. أشكركم إنكم قعدتوا معايا لحد الوقت ده في الحلقة ديت، وسامحونا لو في أي تقصير. ساعات الحلقة شوية بتطول مني، أو ساعات يعني الأحداث متبقاش سريعة شوية، ولكن بنصايحكم بالتعليمات البسيطة كده واحدة واحدة بنتطور واحدة واحدة، لأن أنا ما يعني ماليش كتير جدا في عالم الألعاب ده، مش من زمان يعني. فشكرا ليكم ونشوفكم على خير، سلام.